مشاهدينا، ولإلقاء الضوء أكثر على تداعيات السلاح المنفلت في العراق وقدرات الحكومة للسيطرة عليه، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب. مساء الخير. أهلا ومرحبا أستاذ علي. السلاح المنفلت يمثل أزمة في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، لماذا برأيك لم تستطع الحكومات حل هذه الأزمة رغم تقديمها الوعود المتكررة؟ نعم، تحية مسائية لك يعني الجمهور. حقيقة يعد السلاح المنفلت ولغة السلاح العدو الأول بل الأكبر للمواطنين وحتى للدولة وللقانون، وتعتبر الدولة التي تتفوق بها لغة السلاح من الدول التي لا يوصى بالسفر إليها ولا حتى البقاء بها. وبالتالي للأسف الشديد عاش العراق مرحلة متوترة متشنجة نتيجة هذا الانفلات وعدم سيطرة أجهزة الدولة بما فيها أجهزة الأمن والشرطة على هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة، لأنها ذهبت ربما إلى الإجماع السياسي التوافقات السياسية وابتعدت كثيرا عن لغة القانون الذي يفترض أن يكون حاضرا باعتبار أن السلاح العدو الأكبر للقانون وللدولة. هنا أيضا اليوم قتل 4 أشخاص في نزاع عشائري في ناحية العزير في محافظة نيسان، ما هي قدرة الدولة على التحكم وضبط الأمن في العراق ككل؟ أم أن السلاح اليوم في العراق بات متوفر وأصبح عقبة أمام تحقيق الأمن؟ يعني دائما الصراع العشائري وخاصة في مناطق الجنوب يذهب ضحيته الكثير من الأبرياء. طبعا هذه المعركة اللي صارت والتي لن تستطع أي قوة أن توقفها، وربما هناك من أرسل رسالة حتى إلى المرجعية الدينية من أجل التدخل. فقط 150 عائلة هجرت من المناطق النزاع، يعني أتصور معركة كأنه معركة بين دولتين، وبالتالي سقط 4 أو أكثر من الضحايا نتيجة ثقافة السلاح المنفلت. العشائر تمتلك من الأسلحة ما لا تمتلكه حتى بعض الأجهزة الدولة، وبالتالي رجل الأمن والشرطة تحديدا تبتعد كثيرا من أن تدخل نفسها بين هذه النزاعات، لأنها تدرك تماما أنها لا يوجد غطاء لا قانوني ولا حتى من الدولة للدفاع عنها إذا ما صارت مواجهة وتم قتل بعض من يحمل السلاح، وبالتالي هي تنوع عن نفسها وتبتعد إلى أن تهدأ، إلى أن يعود الحل عشائريا من جديد. وطبعا هذه ثنائية عجيبة جدا، أن لا تكون الدولة حاضرة في النزاعات العشائرية، أو تكون العشائر لا تنظر نظرة احترام وتقدير إلى الحكومة وإلى أجهزتها الأمنية. هنا أيضا هناك من يرى أن السلاح ليس هدفا في حد ذاته، يعني المشاهد أن السلاح والنزاعات تظهر في مواطن اقتصادية مثل قضايا ابتزاز الشركات أو للسيطرة على أراضي معينة. هل بات السلاح اليوم أداة لاقتسام جزء من الكعكة في ظل نهب الحكومة والميليشيات والمسلحين للمخصصات الاستثمار والإعمار في جميع محافظات العراق؟ يعني بصراحة هناك من يستخدم السلاح لإثبات وجوده أو إثبات منطقة نفوذه، وخاصة في حدودية، في بعض آبار النفط، في بعض الغالية كما حصل في منطقة جادرية. اليوم أغلب الأحزاب والكتل هي تمتلك هذا السلاح وتمتلك ربما جناحها مسلح، وبالتالي من خلاله تستطيع بسط نفوذها وتستطيع أن ترسل رسالة إلى الآخرين أو المتحدين بأننا قادرين بلغة السلاح قبل لغة القانون أننا نبسط سيطرتنا على ما نشاء، وبالتالي أصبحنا بلد الفوضى بدل أن نكون بلد القانون. طيب، هنا شركاء العملية السياسية أيضا استخدموا السلاح المنفلت في صراعهم على السلطة، عندما يختلفون ترى أن هناك صراعات وهناك سلاح في هذه المنطقة أو في تلك وتنشب الصراعات، وعندما يتفقون تجد أن المحافظات العراقية وبغداد تكون هادئة. كيف يمكن أن يحجمون أو تحجم هذه الأحزاب والذين يمسكون الحكم في العراق يحجمون من السلاح المنفلت وهم من يستخدمونه في الحكم؟ يعني الأجنحة المسلحة إذا قلت لك التي تمتلكها الأحزاب وخاصة الكبيرة النفوذ وصناعة الجمهور
المال السياسي ربما ترتكز على هذه الجزئية أكثر ما ترتكز على جزئية أخرى، وبالتالي تكون كرؤيتها وكأيديولوجيتها قوتها تمتد السلاح حتى ترسل رسائل تخويف، رسائل تهديد لمن ينافسها. وبالتالي اليوم كل الأحزاب السياسية أو أغلبها، نعم، هي تحاول أن تقف بقوة، لكن بقوة السلاح لا بقوة السياسة ولا بقوة القانون. وبالتالي هذه الصراعات السياسية إذا وصلت إلى أو لا لم يكن هناك بينها، تكون لغة السلاح هي الأقوى لنشهد آخر مسلحة. نعم. هذا الطرف أو ذاك، غالبا ما يخلق الموضوع لأن لا زال الواقع السياسي والواقع وحتى تصريحات والمسؤولين ومن ضمن وزير الداخلية. نعم عند العراق يحتاج سنوات لحصر السلاح بيد الدولة. طيب، من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي صاحب، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا لكم.